الأبحاث العلمية ونقولك صباح الخير دكتور. صباحكم الله بالخير وجزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة اللي أسعد فيها دائما في استديو صباح الخير. فشكرا لك. يخليك يا رب. طبعا منورنا في الاستديو. نورك. ساعة المباركة. الله يحفظك. فإذا بنتكلم معك دكتور سلطان حول الاتفاقية اللي تم توقيعها من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي اتفاقية لتنفيذ مشروع نموذجي لإنتاج الوقود الحيوي من النفايات البلاستيكية، نحط تحتها ثلاث خطوط. نعم. بداية هذه أول اتفاقية وأول مشروع من نوعه لسببين: استخدام التقنية مع ممول رئيسي وشريك نجاح رئيسي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ألا وهو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهذه المرة أيضا بشراكة من الإخوان في KPRT اللي هي شركة الكويت للبترول للبحوث والتكنولوجيا، كذلك إحدى الشركات المنبثقة من شركة البترول العالمية الكويتية. نستخدم عدد من المواد، خلينا نقول البلاستيكية، وعدد من ما يسمى اللقيم الفيدستوك لإنتاج وقود يضاهي الوقود المستخرج من المصافي النفطية وخلافه. هذه الاتفاقية طبعا دشنت هذا العمل من بعد تراكم خبرات كثيرة كانت معانا فيها المؤسسة وشركاء نجاح آخرون. استطعنا أن نعمل على هذا المقياس سواء كان مخبري أو شبه نمطي، والآن دخلنا في المقياس النمطي عن طريق بايلوت بلانت شبه صناعي. يعني احنا نتعامل مع 5 كيلو للتجربة إلى 5 كيلو في الساعة، فهذه أرقام جدا مبشرة، وهذه طبعا الاتفاقية تدشن هذا المشروع في مرحلته الأولى، وإن شاء الله تتكلل بالنجاح ونرى نتائجها قريبا جدا إن شاء الله. دكتور لو نتكلم أكثر عن هالمشروع، شنو اللي يتضمنه، شنو لا وشنو عليه؟ نعم، شكرا لهذا السؤال أمانة، لسبب جدا بسيط. أستطيع أني أسلط الضوء على هذه المرحلة أكثر فنيا. يعني إحنا راح نتعامل مع أكثر المواد البلاستيكية خلينا نقول استنزافا في دولة الكويت وإنتاجا وتراكما كذلك على مستوى النفايات البلدية الصلبة. فإحنا راح نتعامل مع الراتنج النقي أو البلاستيك النقي في هذه المرحلة بالذات عينا، ومن ثم ندخل في المراحل القادمة بخلطات بلاستيكية أخرى ونشوف تغيير معاملات الحرارة وعوامل كذلك استخدام مواد حفاظة أخرى، طبيعة العمليات كذلك، وخلطات بلاستيكية تضاهي النفايات الموجودة وتأثيرها على الوقود الناجم، نوع الوقود، كمية الوقود كذلك، كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار وبالحسبان. بالعكس الله، احنا لما نتكلم عن بلاستيك يحتاج سنوات طويلة عشان يتحلل، إذا نقدر نستخدمه في منتج ثاني يعني الله يعطيكم العافية. كلمنا عن الفريق اللي قاعد يشتغل في هذا المشروع، أيضا حصلتوا على براءة اختراع، يعني اليوم شيء مشرف وجميل جدا مو بس على مستوى الكويت، على مستوى العالم. أمانة أنا فخور وأتشرف أني أنا أشتغل من ضمن هذه المجموعة، وأنا بالنهاية عود من حزمة. يعني فريق خاصة في هذا المشروع يتكون من فريق في معهد الكويت للأبحاث العلمية، كذلك KPRT اللي هي شركة البحوث والتكنولوجيا، وكذلك عندنا فريق من جامعة قبرص التقنية، جامعة كلية لندن، وكذلك جامعة جنوب ضفة النهر في لندن LSBU. فهو فريق من 5 جهات، وكذلك شركة بايكوست ألاينس. ففريق من 5 جهات سواء محلية وعالمية نعمل في هذه المرحلة تحديدا. بالنسبة للتقنية اللي احنا قاعد نستخدمها الحين بالذات، كنت من سنة ونص سجلناها كبراءة اختراع كذلك، واستضفتونا هني بارك الله فيكم يعني في نفس الاستوديو تحدثنا فيها، وهي طبعا تعمل بالتحلل الكيميائي حراري مثل ما تفضلت. نستخدم لقيم سواء كان عضوي، بلاستيك، مخلفات صلبة من نوعيات أخرى كذلك، في إنتاج غازات، شموع، وقود، وكذلك مواد تضاهي الفحم، كلها من النفاية. فبدال ما يصير الاعتماد على الوقود الوقود الوقود، لا، احنا ندخل في لقيم مستدام اللي هو النفاية. دائما الانسان راح ينتج نفاية، دائما راح يكون عندك تراكم للنفاية تبي تتخلص منها على المستوى البيئي، تحافظ على البيئة، هذا من جانب. من جانب اخر تبي تنتج وقود بنفس الوقت وتستفيد منها، فهي مثل ما يقولون فول سايكل وبداية لاقتصاد دائري اخضر مستدام.
صح دكتور، لو نتكلم عن الأهمية والفائدة من هذا المشروع الحيوي تحديدا في دولة الكويت، احنا طبعا نصبوا ان احنا ندخل في تنوع لمصادر الطاقة، حتما يفتح باب وآفاق جديدة للطاقة البديلة. كذلك احنا ودنا ندخل في موضوع تطبيق وتدشين رؤية كويت 2035 التي تتضمن عوامل بيئية كذلك وتنوع للطاقة واستخدام نقيض مستدام كعنصر أساسي في تنوع سلة الطاقة الكويتية، وهذا من جانب. الجانب الآخر ضرورية جدا هذه التقنية طبعا للاستدامة البيئية، ومثل ما قلت لكم توسع فتح آفاق جديدة اقتصادية فيما يخص الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري الأخضر تحديدا يعني. فكل هذه إن شاء الله تكون جوانب ممكن أن نستفيد منها من توصيات هذا المشروع وأكثر. عساكم على القوة. أكيد طبعا احنا ذكرنا وأكدنا أن هذا المشروع مهم جدا، فلو تكلمنا مثلا عن المجالات اللي ممكن تصب فيها مصلحة هذا المشروع أو شنو ممكن نستفيد. احنا ذكرنا الجانب البيئي، نحاول دائما ان احنا نقلل البصمة البشرية مثل ما يقولون. فشنو في مصلحة أو مصالح ممكن نستفيدها من هذا المشروع؟ خلاف الجانب البيئي اللي تطرقت له والأثر البيئي لمسألة تراكم النفايات والملوثات على البيئة بشكل عام، سواء انبعاثات أو تراكم نفاية أو غيره، المشروع هذا حتما يدخل في مجال إنتاج وقود متجدد. مثل ما قلت دائما في نفاية، ودائما ممكن أستخدم مثل هذه التقنيات في استغلال النفايات بدل ما تتراكم وغيره وانتج انواع مختلفه من الوقود. يعني احنا هني تحديدا في هذا المشروع نصبوا ان احنا نضاهي الغازولين اللي احنا باللغه العاميه نسميه بنزين السيارات مثلا، احنا نصبوا ان احنا نضاهي هذا اللقين يعني. لكن في واقع الحال ممكن ان تؤوج هذه العمليات في انتاج الديزل، في انتاج فحم مكلسن، في انتاج غازات خفيفه تضاهي الغازات البتروليه وخلافه، وهذا كله اثبتناه وكان جزء من براءه الاختراع اللي سجلناها في هذه التقنيه عينا يعني. دكتور، في حال نجاح المشروع النموذجي ان شاء الله، هل راح يوفر فرص استثماريه واعده في هالمجال؟ شكرا على هذا السؤال. أمانة طبعا احنا توصيات المشروع لما ترفع راح تروح للجهات التنفيذية، وبطبيعة الحال هذا المقياس راح يتم ممكن الاستثمار فيه أكثر وأكثر، وتطور العملية أكثر وأكثر والتقنية كذلك، ومن ثم تدشن صناعات على مستوى الدولة يعني توفر فرص عمل، توفر استثمارات بيئية، تبتدي أن تدخل في مسألة والله لا اقتصاد مستدام، أنا مو دائما معتمد على مسألة البترول والنفط لا غنى عن الوقود الإحفوري، لكن لازم نحن نبتدي البديلة. بالضبط بالضبط 100%. يعني اليوم احنا لما نتكلم او حتى في البدايه احنا ذكرنا ان التعاون كان مشترك ما بين مؤسسه الكويت للتقدم العلمي ومعهد الابحاث، يعني معهد الكويت للابحاث العلميه ومركز الكويت للبحوث والتكنولوجيا التابع لشركه البترول العالميه الكويتيه تحديدا بهولندا. هذا التعاون جميل، نصبوا انه يكون هذا التعاون في كل مجالات الطاقه البديله. اليوم احنا ايضا يعني مثل ما اتذكرنا فعلا في طاقه بديله في اللي هي توليد الكهرباء الشمسيه. فاليوم هل هذه التعاونات جميله وتفيد وفي مشاريع قادمه باذن الله؟ يعني ان شاء الله، بس في هذه التقنيه بالذات الغازات المنتجه ممكن تدخل وتستخدم كعامل لتسخين تربانات وغيره التربانز يعني، من ثم تستقلها سواء كان في كهرباء وغيره، هذا جانب لا نغفل عنه يعني. لكن أمانة في دولة الكويت وفي هذا الوقت لازم نركز أيضا مو بس كطاقة، نركز أيضا على وقود مستدام، والوقود أيضا اللي قاعد ننتجه إحنا نتمنى إنه يكون أيضا نعمل عليه أكثر وأكثر من خلال هذا المشروع أو غيره، بحيث إنه يكون أيضا مطابق للمواصفة البيئية، فهي من شق إنتاج طاقة ووقود ومن شق آخر حفاظ على البيئة. دكتور، كونك باحث، شو تقول لنا عن أهمية البحث العلمي وتطبيقه على أرض الواقع والاستفادة من هالأبحاث العلمية؟ بداية يعني خلنا أذكر موضوع البحث العلمي وشلون يمكن ناخذ هالمشروع كدراسة حالة عينا يعني. بدأ ترى على فكرة، والفكرة تبلورت كلها في كورونا يعني. فالبحث العلمي ما هو مربوط يعني في وقت معين أو في زمن معين أو غيره، ويأتي في كل المجالات يعني.
كل الدول دائما تضخ أموال أكثر وأكثر وأكثر، وكانت الجائحة الأخيرة يعني اللي مرت علينا أكبر دليل أن العالم يستفيد من العلم والعلم التطبيقي. صح. البحث والتطوير R&D الأبلايد R&D البحث والتطوير التطبيقي يعني العملي. فالبحث العلمي هو الأساس لتطوير التقنيات، هو الأساس في توفير تكنولوجيا داخل الدولة، صناعات، توفير فرص العمل، تنوع الاقتصاد اللي موجود عندك أنت. يعني أنت مو معقولة أنك أنت تكون تعتمد على اقتصاد نفطي وانتهينا، أنت محتاج أنك تنوع الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل وإلى آخره. فكل هذا يعني ينبثق من البحث العلمي اللي هو أساسه بالمناسبة التجربة في المختبر، ومن ثم يكبر سواء كان نمذجة ومن ثم مقياس أكبر. وأنا لما بديت في هذا المجال كان في 2006-2007، ولما كنا نتكلم في الموضوع كنا سحر يعني تأخذ نفاية وتسويها وقود ولا وتبر يعني. وكبرت المسألة يعني من المختبر من مقياس مايكرو مصقر إلى مقياس مخبري ومن ثم شبه صناعي وهكذا يعني. والله جميل يعني، جميل اللي قاعد تقوله، انه بالعكس الفكره ما لها وقت محدد، ما لها مكان محدد، الفكره موجوده. كثير من الافكار في السابق كانت يعني مستحيل تطبيقها، اليوم مع التكنولوجيا صارت ممكن تطبيقها مع التعاونات اللي قاعد نشهدها. الله يعطيكم العافيه. كلمه اخيره حاب توجهها لكل اللي قاعد يشوفونا الحين. والله امانه اول شيء اجدد الشكر لتلفزيون الكويت ولشخوصكم الكريمه على الاستضافه هذه مره اخرى. ودائما انا يعني اردد هذا الشعار يعني don't waste waste، لا تخلف المخلفات، يعني دائما وابدا هي ثروة مستدامة يجب أن ننظر لها بهذا الصورة. أكيد كل الشكر لضيفنا الدكتور سلطان السالم، رئيس مشروع نموذجي للإنتاج الوقودي الحيوي من النفايات البلاستيكية.